أترى حين أفقأ عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما، هل ترى؟ هي أشياء لا تشترى. افتكروا مالك مصطفى وأحمد عبد الفتاح وأحمد حرارة، افتكروا وما تنسوش. وعشان أفكركم بدعوكم كلكم، بدعو ثوار مصر وشعب مصر، إننا كلنا نحط على عينينا عصابة لمدة نص ساعة، كلنا في يوم واحد في وقت واحد في ساعة واحدة، ونجرب كده، نجرب حين تفقد نعمة البصر وتتغير حياتك للأبد. مرة تانية، أحمد حرارة فقد نور عينه اليمنى يوم 28 يناير، وفقد نور عينه اليسرى يوم 19 نوفمبر، طبيب الأسنان السائر البطل الشاب. قلت أفكركم بمناسبة إشاعة إخلاء سبيل قناص العيون، بمناسبة الأستاذ هتلر الشرطة اللي عامل على الإنترنت موقع بيأدب فيه الشعب المصري وبيقول الشعب المصري ده غريب قوي، عمل دوشة وزنبليطة وهيصة وثورة علشان الغاز اللي رايح إسرائيل. أنا الحقيقة مش قادرة أحكي لكم الحكاية من كتر ما هي شيء مؤلم، وكمان لأني مش متعودة أفقد نور عيني. الأستاذ هتلر الشرطة بيقول للشعب المصري ده غريب قوي، بتعترضوا على توريد الغاز لإسرائيل ولا وزعلانين قوي، استوردنا لكم على تصدير الغاز لإسرائيل، فإحنا استوردنا لكم الغاز المسيل للدموع خفيف الدم. جربوا نختار كلنا نص ساعة في يوم وفي نفس الساعة الشعب المصري يحط دي على عينه ويجرب كده ما يشوفش، لأن الشعب المصري بيشوف كويس قوي. نداء لأطباء عيون مصر، أناشدكم جميعا أيها الأطباء، ملائكة الرحمة أطباء عيون مصر، أناشدكم أن تتولوا وتتطوعوا وتتبرعوا بوقتكم والتعليم اللي تعلمتوه ومهاراتكم لعلاج مصابي الثورة. الفكرة دي الحقيقة أنا امبارح بعد ما روحت من البيت من البرنامج الساعة 12 بالليل، وجدت على التويتر استغاثة من شاب من الثوار بيطلب، بيقول حد يساعدني، عندي مصابين كتير بعيونهم ومش لاقي مساعدة ومش عارفين نلاقي حد يعالجهم. فبناشد أطباء عيون مصر، احنا هنا في فيسبوك، اتصلوا بينا، اعطونا ارقام تليفوناتكم وسيبوا الباقي علينا، احنا هنجيب لكم صورنا ومصابي الثوره لغايه عندكم. اسمحوا لي اني عشان اقدر اقرا واعمل شغلي لازم استعمل عينيا، لكن في صور كتير للاسف فقدوا نور العين، ولازم احنا نكون اول ناس نساعدهم ان هم يقفوا ويشتغلوا ويبقوا منتجين في المجتمع الموضوع صعب قوي يا اساتذه زي ضيوفي، خلوني اقدم الضيوف وبعدين اقول لكم الموضوع ايه. انا اسفه ان انا زعلتكم كده في البدايه. استاذي الفاضل جورج اسحاق، اهلا وسهلا. أهلا دكتور.